لعبة المواي تاي المميز فيها أنه صرت أكتشف شو هي سارة الحقيقية. تعرفت على لعبة مواي تاي وأنا كنت بتدرب في المغرب على يد أستاذ عبد نخا، هو اللي علمني وبلشت. كانت أول مقابلة حقي لعبت احتراف، ومن بعد كنت ألعب بطولات في المغرب، وجيت على الإمارات وتعرفت على اللعبة هذه أكثر زيادة، وهني تحت للفرصة عشان ألعب كثير فايتات هنا. At 164 centimeters tall, weighing in at 61 kilograms, Sara El-Bakkali! أول ما بلشت اتحاد مواي تاي الإمارات، أول بنت لعبت الفايت معاهم أنا. إحنا في المجتمع العربي دايماً يقولون إن المرأة يعني عيب، يقتلونها بهالكلمة هذه، بس لا، الحين صار الوضع غير، وصارت المرأة تقدر تلعب أي شيء، يعني مش بس رياضة المواي تاي، ترى في أكثر من رياضة صارت المرأة تقدر تسويها، بس لازم تكون جرأتها قوية، والمرأة هي اللي تثبت وجودها في المجتمع. إذا هي ما تثبت وجودها يعني ما أنا جريئة، مش الجرأة إنها تتخبى في البيت ولا شيء، يعني الرياضة مش عيب، الرياضة حق كل مرة. أنا بقول للناس إنه يساعدوا ويحفزوا المرأة عشان تسوي الرياضة، الرياضة مش عيب، يعني حق كل واحد. ما في حد في العالم، ما في أي فايتر ما بيكون عنده تخاك، يعني هذه شيء طبيعي إنك يكون عندك ارتباك. إذا ما ارتبكتي أصلاً أنت مش بطلة، يعني هذا ضروري من عند الله بيجيك هالارتباك هذا. هو أقل شيء لازم أنك تكون تستعد لبطولة وكبيرة مثل هالبطولة هذه، على الأقل لازم تكون 3 شهور. الحمد لله أنا استعدت بما فيه الكفاية، وأنا جد مستعدة لهالبطولة هذه، ودايماً الواحد يستعد يعني يسوي اللي عنده، لأنه هالرياضة هذه دايماً فيها فايز فيها خسران، ومش المهم الخسارة والربح، المهم إنك تسوي فايت زين، ليش لما تنزلي تكون الناس راضية عليك، يقولوا هذه مثلاً ها كان هذا الفايت جميل، لأنه هذه اللعبة إذا أنت تعمقتي فيها، شو أقول لك؟ يعني من كثر حبي فيها ما أقول، بس إذا أنت تعمقتي فيها هي فن، يعني لازم هالفن هذا أنت تثبتيه في الرينج. أنا شو ربحت في الرياضة هذه؟ أول شيء تتعلمي كيف تكوني مثلاً واثقة بحالك، وتتعلمك مثلاً تكون عندك أخلاق. لعبة المواتاي اللي اكتشفت فيها إنه صرت أكتشف سارة الحقيقية، وإنه اللي اكتشفت أكثر إنه صرت جريئة وصرت أثق في حالي أكثر. وهالرياضة هذه وخصوصاً للمرأة العربية، إن هالرياضة هي وايد حلوة، وتقدرين تكسبين في يعني تتعلمين فيها وايد أشياء اللي أنت يمكن ما عندك خبر فيها. شكراً.